طبعا العنوان انه المباراه مسح الاحزان. لا ما مسح الاحزان، دي مباراه بالنسبه للفريقين، كان الاهلي ولا المريخ، مباراه الفرصه الاخيره عشان تستمر في البطوله لازم تغلب، اذا كان المريخ او الاهلي والاثنين حيدخلوا بنفس الدوافع ونفس الرغبات في انهم ينتصروا عشان يواصلوا مسيرتهم في دوري ابطال افريقيا. فالاثنين عندهم نفس الدوافع. يلا نجي نبقى نشوف التراجيح وين. زي ما تفضل نصر الدين انه الاهلي مرهق مستنزف ومرهق افراده. المريخ مرتاح نوعا ما مع ثبات عناصره، ما فاقد كثير غير الصيني بالبطاقه، وعندك الناس اللي ما جاهزه فنيا ودايره اعداد عده، ممكن تلعب ناس كبار ما سهلين، بكر المدينه، رمضان عجب، الجزولي نوح يمكن شويه داير شغل لانه اساسا لسه هو يعتبر في بدايه الطريق، يعني لسه لاعب صغير السن. صغير السن لسه. جميل.